سمعنا كتير عن الوظائف الغريبة اللي ممكن بعض الناس تشتغلها بسبب مرتبها أو إنها تكون مضطرة علشان مش لاقية شغل، بس أراهنك لو سمعت قبل كده عن أغرب 4 وظائف الموجودة في العالم واللي بسببها هتقبض ملايين والجنيهات وكمان تلف العالم ببلاش، فيا ترى إيه هي أغرب الوظائف في العالم ومرتبها بيكون كام؟ وإيه هي مزايا كل وظيفة؟ كل ده وأكتر هتعرفه بس لما تتابعني في الفيديو ده. أنا آية الوليلي، كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. كتير من الناس بتدور على وظائف وللأسف الموضوع بيكون صعب جدا، علشان كده بيضطروا البعض إنهم يشتغلوا في تخصصات غير تخصصاتهم. بس قولي، هو أنت ممكن تشتغل معالج نفسي للحيوانات؟ ولا ممكن تشتغل دفاية سرير؟ ولا حتى ممكن تشتغل في مطاردة القرود؟ وظائف غريبة طبعاً، فيا ترى إيه حكايتها ومن الناس اللي عندها استعداد تشتغلها؟ هقولك، حسب موقع العين الإخباري في بعض الوظائف الغريبة على مستوى العالم كتير من الناس بيشتغلوا فيها، ومن أغرب الوظائف اللي أعتقد إنك ما سمعتش عنها قبل كده وظيفة معالج نفسي للحيوانات. أيوة زي ما سمعت كده، دكتور نفسي للحيوانات، ودي بقى مناسبة لمحبين الحيوانات. هنا المعالج ده بيقدم لهم علاج للحيوانات الأليفة واللي بيربوها، وده علشان يحل مشاكلهم ويبقى مزاجهم حلو جدا. دي بقى مرتبها 35,000 دولار سنويا، يعني بالمصري كده 1,050,000 جنيه. طب اسمع دي كمان، انت ممكن تشتغل دفاية سرير. والله في ناس شغلتها انها تدفي سراير الفنادق، وده من خلال النوم على سرير الاوض المحجوزة لعدد من الساعات، وده قبل ما يستلمها النزيل علشان يستلم السرير متدفي وما يحسش بالبرد. بس استنى قبل ما تتسرع وتحكم على الوظيفة دي، طيب اعرفوا مميزاتها الاول. بص يا سيدي، اول حاجة انت بتاخد مرتب فيها قيمته بتوصل ل 24,000 دولار، يعني بالمصري 720,000 جنيه. كمان بتاخد مزايا الاقامة الكاملة في الفندق شاملة الاكل وتكلفة المصاريف الترفيهية. ده كمان من ضمن الوظائف الغريبة والنادرة في العالم هي وظيفة الوقوف في طابور الانتظار، بمعنى انك لو مش بتقدر تقف في الطوابير انت ممكن تستعين بشخص يقف مكانك مقابل 1,000 دولار في الاسبوع. طيب سيبك من كل دول، اسمع بقى دي، وهي وظيفة مطاردة القرود، ودي تعتبر من الوظائف الصعبة على كتير من الناس، وده لان الموظف بيطارد القرود المتواجدة في المناطق السياحية واللي ممكن تزعج السياح. أما بقى الوظيفة الأخيرة فهي متذوق الطعام، ودي كانت من أغرب الوظائف الموجودة في العالم بس بدأت تنتشر السنين اللي فاتت، لكن بيشتغل فيها الناس اللي بتحب الأكلات الغريبة والغير تقليدية خالص. أنت عارف كمان أن مرتب الوظيفة دي ضخم جداً، لأن من فترة شركة أغذية أسترالية طلبت موظف تذوق طعام، وده براتب 50,000 جنيه استرليني، يعني 1,900,000 جنيه مصري. مش بس كده، دي الشركة قالت كمان إنها بتمنح الموظف ده عدد من المزايا زي تذاكر طيران لآسيا وأمريكا الشرقية والجنوبية، وكمان بتسمح لهم الإقامة في الدول دي. دلوقتي بقى قولي، إيه أكتر وظيفة مناسبة ليك في كل اللي أنا قلته ده؟